احلى بارت في الحياه هو البارت بتاع تحضير شنطه السفر، حتى لو طالعه لغايه اول الشارع شنطه السفر بتبهج كده. المهم يا حلوين، عملت ايس كوفي لان الجو الصراحه مش طالب خالص خالص اي قهوه سخنه. يلا دي الشنطه المفروض انا سافرت بيها المره اللي فاتت. الشنطه دي المفروض لحاجتي انا وماما وفهد، تمام، ومحمد ليه شنطه صغنونه كده. تعرفين الرجاله ما بياخدوش معاهم حاجات كتير، بس احنا تفاصيلنا اكتر بكتير. فيلا خليني احط الشنطه هنا عشان ارص فيها حاجتي برواق. بصوا بقى انا بعمل ايه. قبل السفر باسبوع بجيب ورقه، تمام، وخليها قدام عيني، وفي الرايحه والجايه اكتب اي حاجه تيجي على بالي بالنسبه لي مهمه ان انا اخدها معايا في السفر. انا عايزه اوريكم انا كاتبه ورقه قد ايه، هتصدموا بجد فعليا. بس اقول لكم على حاجه، لان انا السفر عندي مش بيبقى بس سفر لاجازه قد ما بيبقى سفر واجازه وشغل وفي نفس الوقت حاجات بصورها، فبيبقى كده كوليكشن، عارفين كده. فالليست دي مش عارفه ممكن تكونوا شايفينها ولا لا، بس كل الليست دي الحاجات اللي احنا هناخدها معانا. طبعا انا بحسب عدد الايام اللي انا هقعدها. انا هقعد في اوتيل 4 أيام 3 ليالي، تمام، فاربع ايام 3 ليالي محتاجه طقم انزل بيه للفطار، وطقم انزل بيه للغدا، وطقم انزل بيه للعشاء، غير المايوهات. فكل يوم بالنسبه لي عايز 3 قمم، وفي العادي ممكن بني ادم ياخد طقم واحد مفيش مشكله، بس انا عشان بصور وكل اوتفيت لازم يتصور، فلازم اكون عامله حسابي في كل طقم. فخلينا نتكلم الاول عن الهدوم اللي انا هاخدها معايا المصيف. بعيدوا كل البعد عن الجنسات، الجنسات في المصايف سخيفه. انا ما بقربش للجنس في الصيف تقريبا، الصيف ده انا ما لبستش اي حاجه جينز، تمام. خدت اول حاجه طقم كده زي البنطلون اللي هو الكتان اللي انا كنت لبسته المصيف اللي فات لو تفتكروا، وخدت معاه توب كده لونه بيج وطرحه نبيتي، والطقم كله بلفه كده يعني مع بعضه، بحيث ان انا اوبس نسيت الطرح، اوبس نسيت البندانات، لا كله معايا. فده اول طقم. وخدت فستان لان انتوا عارفين ان المصايف بتحب الفستان، وبرده حطيت جوه الفستان اذا اوريكوا الطرحه عشان ما تتهش مني. وخدت اوتفيت كده لونه زيتي، قميص زي اللي انا لابساه ده وعليه بنطلون، ده اوتفيت جديد بصوره للصفحه بتاعه ماي ستروبريز، هحط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس. ولو ركزتوا على كل الهدوم اللي انا واخداها معايا هتلاقوها من صفحه ماي ستروبريز، لان هم عاملين هدوم للصيف وهدوم خفيفه للناس اللي ما بتحبش تلبس هدوم تقيله، فالفايب كلها بتاعه الهدوم بتاعتهم صيفي. فهاخد الاوتفيت ده عشان انا عايزه اصوره هناك. وكمان هاخد معايا سكيرت، دي مش عارفه هلبسها ولا لا، بس هاخدها معايا. دي سكيرت لونها اورنج، بس تبقى حلوه قوي في المصايف، ومعاها بتاع كده بمايو من تحت بيتلبس بيبقى شكله حلو قوي. وهاخد معايا كمان اوتفيت بنطلون برضو اللي هما الحاجات الميلتون، وعليه زي تيشرت كده اسود، تمام، وعليه الطرحه برضو بتاعته وحطها. فمش يعني مش هقعد اوريكم بقى انا هاخد ايه واخد ايه واخد ايه، انتوا كده كده هتشوفوا هناك اما اقعد اصور لكم كل اوتفيت انا نازله بيه، هصوره لكم ان شاء الله في الفلوجز اللي جايه. فخليني كده تقريبا انا حضرت او حضرت الاطقم اللي انا هلبسها هناك، مش ناقص بس غير تفاصيل بسيطه في الهدوم. فخليني احط الاطقم دي في الشنطه واجي اقول لكم الحاجات الثانيه اللي هاخدها معايا. اوكي حبايبي، تعالوا بقى نراجع الحاجات اللي احنا هنحطها في الشنطه حاجه حاجه. فالفيديو ده هقوم واقعد فيه كتير قوي، تمام. اول حاجه الملابس اللي انا همشي بيها او اسافر فيها اوريدي انا خلاص حضرتها في الدولاب. الملابس اللي انا هلبسها هناك اوريدي خلاص عديت كمان الاطقم وحطيتها، فكده اوكي هم دن. المايوهات بما ان جالي مايوهين جداد او ثلاثه، لسه النهارده هيجي الثالث لو جه اوكي تمام مفيش مشكله، فهصور لكم هناك مايوهات جديده خالص انا ما لبستهاش قبل كده، سوبر اكسايتد. فكده المايوهات احنا خدناها. بعد كده الملابس اللي هي الداخليه بتاعتي، فهقوم دلوقتي اجيبهم واحطهم في الشنطه. من القطع الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في الهدوم بتاعتي او الملابس اللي بتتلبس تحت الهدوم لاي ظرف ايا كان، لبست بنطلون شفاف الكلام ده كله، هو البنطلون اللي هو كده ده اللي بيتلبس تحت الهدوم الضيق اللي هو بيبقى زي بنتكور كده، البنطلون ده لازم يبقى معايا، لان انا مش ضامنه مره لبست جيبه شفافه، مره لبست بنطلون طلع شفاف، فده لازم يكون معايا حتى لو مش هلبسه فهو لازم يكون معايا. من الحاجات برده الضروريه قوي اللي لازم تكون معايا هي التوب اللي هو بيبقى كده، اللي هي الحاجات الكات اللي بتتلبس تحت الهدوم. دول انا جبتهم من كارفور، والصراحه الخامه بتاعتهم بصوا انتوا شايفينها تحفه، كانوا الاثنين تقريبا ب 100 جنيه تقريبا يعني، فدول لازم اخد منهم حبه حلوين، لاني يعني
مش عارفه لازم البس حاجه كات تحت الهدوم. وهاخد كمان معايا شرابين عشان انا باخد معايا شوز واحده بس، ما باخدش اكتر من شوز، باخد كله سليبرز وباخد شوز واحد بس. اوكي، من الحاجات اللي بعد كده هي الديلي بادز او اللي هم البادز اليوميه اللي زي دي كده. انا باخد معايا حبه حلوين، يعني انا البادز دي يعني من الحاجات اللي مش بس عشان مصيف ولا عشان حاجه، دي حاجه ضروريه في يومي يعني، فلازم اخد لي منهم حبه حلوين. دي البادز اليومية. بعد كده نظارات الشمس مش لازم ننساها. اول نظارة هاخدها معايا هي النظارة دي اللي من اديشن بتاع الام او تي اف، كنت جايباها من عند شي ان، وده شكلها. النظارة كبيرة بس انا حباها جدا جدا جدا، فدي واحدة من اللي انا هاخدهم معايا. انا هاخد نظارتين اكشلي، مش عارفة بقى اخد النظارة دي. النظارة دي انا بحبها جدا، ممكن اخد دي. بصوا خليني اوريكم التانية. اوكي، بس دي فعليا انا ما برتاحش فيها خالص ودايما بتقع مني، فعشان واسعه فانا هاخد مثلا النضاره دي، اعتمدناها. من يومين كنت في كافيه في هاب 50، ده مول كده صغير فيه كافيهات في المعادي، فلقيتهم عاملين بازار. تقريبا البازار ده بيعملوه جمعه وسبت، خميس وجمعه اكشلي مش عارفه، بس جبت شويه حاجات سكر قوي. جبت الحلق ده، خليني اطلعه واوريه لكم. انا اول مره على فكره البس اللي هي الحلقان المدلدله دي، عارفينها، بس مش عارفه جه على بالي اغير يعني، فحبيت قوي الحلق ده، مليان الوان كده، ولو لبستوه على ايه هيبقى شكله حلو عليه، فخدته. مع اني انا والله عمري ما لبست الحاجات دي، انا بلبس غير الحلقان الذهب بس، لان انا بتحسس من الحاجات دي، بس اتس اوكي. وجبت كمان شويه اكسسوري بقى، الحاجات الشكمان نجديان، الحاجات بتاعت البحر. جبت دول حسيتهم كده لايقين على الفايب بتاع البحر، لبني بتاع. خليني اوريكي شكلهم. ايه، انا في العادي والله ما بطيقش امشي اعمل صوت كده، بس مش عارفه حسيتهم حلوين. قولولي انتوا ايه رايكم. دي الالوان بتاعتهم، الواحده من دول كانت بسبعة جنيه ونص، فحبيتها قوي. وجبت حلق كمان، ده شكله مربع كده ولونه فوشيا، مش عارفه حبيته كده، حسيته هيبقى شكله حلو. كل الحاجات دي بقى هجربها معاكم هناك، لان انا فعليا يعني مش عارفه الحاجات دي هتليق لي ولا لا، بس كده الاكسسوري دن. نيجي بعد كده للسليبرز. انا باخد معايا سليبر اللي هو العادي، اللي هو الشبشب العادي، وباخد معايا السليبر اللي هو الخيش ده. خليني اقوم اوريهم لكم انا معذباكم معايا ليه. السليبر اللي هو زي ده العادي، الشبشب العادي ده جبته من كارفور، كان ب 39 جنيه. وباخد معايا ده لان ده انا لما سافرت الغردقه فعليا ما كنتش بلبس غيره، فعليا ليل ونهار لابساه، مريح جدا، عملي جدا. واحلى حاجه فيه ان حتى ده اما بيبل بيكش، يعني عارفين لما تحسوا شويه ان الشبشب الوش بتاعه وسع بالليه، بس هتلاقيه رجع قفش تاني لان ده مش عارفه خيش ولا ايه. فده تقريبا برده اللي همشي بيه، لان احنا هيبقى الطريق طويل ومش هستحمل خالص ان انا البس شوز، فخليه بره. ونيجي بعد كده للشوز اللي هاخدها معايا، ودي اكتر شوز عندي مريحه، كنت جايباها برده من عند شي ان. انا عندي شوزات كتير بس يمكن دي اكتر شوز بتريحني اما بلبسها وقت طويل. الحاجه اللي بعد كده هي الطاقيه. طبعا مش هننسى طاقيتي العجيبه اللي انا بموت فيها دي، انا كنت جايباها من الامارات مش من هنا، بس فعليا بحبها، مع ان محمد بيقعد يتريق عليا كتير قوي بلبسها، بس بحبها. فدي من الحاجات اللي انا هاخدها معايا. واخر حاجه في مواضيع اللبس والحاجات دي كلها هي الشنطه بتاعه البحر، ودي بتنفع بقى احط فيها سان بلوك، احط فيها مرايه، الحاجات بتنفع يعني، بحس انها بتنفع، مفتاح الاوضه، الموبايل، الشاحن، الحاجات دي كلها. فدي الشنطه دي قبليه انا شخصيا يعني، من الحاجات المهمه جدا. ومن الحاجات اللي اتعلمتها من السفريه اللي فاتت وكان لازم اعملها او اجيبها هو الكاب ده بتاع المفروض الشعر او المايه. اقول لكم ليه، مش عشان احمي شعري والهبل ده كله، الحاجات اللي بتبقى جايه مع المايوهات بتاعتنا ما بتبقاش محكومه على الشعر، وانا مش من الناس اللي بتنزل عارفين لو عايزه تمشي في المايه بقى، انا ببقى عايزه اغطس جوه المايه، فكل ما بغطس وانزل تلاقوني عامله كده سندل بتاع عشان الطرحه ما تقعش من على شعري وشعري يبان. ففعليا لما كنت في الغردقه كنت معذبة بسبب الموضوع ده، فقلت anyways خليني اجيب البتاعة دي البسها من تحت التربن، بحيث لو التربن وقعت مبقاش اتفضحت يعني، فاهمين. فمن الحاجات الضرورية جدا جبتها مقاسها كبير، لان انا دايما اما بجيب الحاجات دي بتبقى
مصدعه، لكن المره دي اما قستها كانت فعليا لا واسعه يعني نوعا ما ماسكه على الراس. اوكي حبايبي، ده البارت بتاع الملابس والشوزز والحاجات دي، دي الحاجات اللي انا باخدها معايا، ممكن تكون بالنسبه لناس ثانيه كتير بس بالنسبه لي مش كتير خالص. ده انا عماله احجم في نفسي، عماله اقول لنفسي يا دعاء الشنطه اصلا شير بينك وبين مامتك وابنك، يعني حاولي تاخدي بالك من الموضوع ده. بس فعليا ببقى عايزه اتصور صور كتير واستغل ان انا في مكان حلو والكلام ده كله. ف anyways كل الاوتفيتس دي هتشوفوها هناك اما اصورها لكم. اوكي حبايبي، نيجي دلوقتي للبارت بتاع الميك اب وبتاع السكين كير. انا جبت الشنطه دي فعليا لما جبتها او طلبتها من عند شيئا بس عشان السفر او عشان اما عاوز اخرج واخد حاجات كتير معايا والدنيا تكون ملمومه. بصوا الشنطه كبيره ازاي، دي هاخدها في ايدي ودي هتشيل كميه حاجات مش طبيعيه، بس برضو احنا مقيدين ان احنا ناخد كميه قليله من الميك اب وكميه قليله من السكين كير، بحيث ان يبقى شنطتين صغيرين جوه الشنطه دي مع اللابتوب. تمام. انا الصراحه من الناس اللي بحب اما اجي اسافر اخد كل حاجتي معايا، ممكن ما استخدمهاش كلها بس عارفين احس ان انا حاجتي معايا، ودي حاجه رخمه عشان كده انا ما بحبش التنقلات كتير والسفر الكتير. بس anyway المفروض ان احنا نعمل اصغر شنطه ميك اب في الكون. خليني اجيب باك كده من الصغيرين، كنت جايباهم قبل كده من عند فور ديل، ده شكلهم بيبقوا باجز كده صغيره. وتعالوا بقى نعد الحاجه اللي احنا عايزين ناخدها معانا. اول حاجه الميك اب، طبعا هحتاج ان انا اخد التنت بتاع الشفايف وبتاع الخدود، فهاخد بتاع الخدود بتاع حسنه وبتاع الشفايف اللي هو انا حاطاه دلوقتي، انا سايباه دلوقتي يعمل بيكنج، انا بمسحه بس بسيبه لغايه ما يحمر لي شفايفي قوي عشان انا كده كده نازله، فهاخد بتاع اتيود هاوس وبتاع حسنه ويتحطوا في الشنطه. اوكي بعد كده فيس برايمر، انا باخد برايمر معايا، لو حطيت فاونديشن لازم يكون معايا، فباخد اقل منتج ممكن يكون صغير وفي نفس الوقت الايفكت بتاعه خفيف على البشره، اللي احنا ات اول في مصيف يعني. وكمان عايزه فاونديشن، فهاخد الفاونديشن بتاع لوريال انفيليبل وواخداه الدرجه الغامقه اللي هي 30 هاني. ليه بقى؟ تحسبا اني اسمر، عشان لو اسمريت يفضل يسد معايا لغايه اخر السفريه. نيجي بعد كده للكنسيلر، انا هاخد الكنسيلر بتاع لوريال برضو انفيليبل مور ذان كنسيلر، لان هو تغطيته حلوه جدا، بينور تحت العين وفي نفس الوقت ما بيكسرش. من الحاجات اللي بحب اخدها معايا قوي في المصيف عشان احطها الصبح وانا نازله افطر هو الستروب كريم بتاع ماك، ما بحطه كده على بشرتي بيدي جلو تحفه وبيبين ان بشرتي كده صحيه، فلازم اخده معايا. نيجي بعد كده للباودر، هاخد اصغر باودر عندي وهي بتاعت لوريال مرسي اللي هي الترافل سايز. نيجي بعد كده للبرونزر والهايلايت والبلاش، فانا عشان ما اخدش علب كتير هاخد اللي هي البتاعه دي الباليت دي اللي هي من عند سيتي كلر، هحط لكم الصفحه اللي بتباعها تحت في الديسكربشن بوكس. الباليت دي روعه روعه روعه، فيها درجات بلاشر بتلمع ومات ودرجه برونزر ودرجه هايلايتر، فاعتقد ان انا مش هحتاج حاجه تاني بعدها، ثانيا حجمها مش كبير قوي برده. نيجي للاي شادو، انا هاخد معايا الباليت بتاعه انجلوت اللي هي دي عشان صغيرة اللي هي تعاون مع مي ابراهيم. ونيجي بعد كده للحواجب، انا الصراحة مودي بيتغير يعني من يوم للتاني، يوم ببقى عايزة ارسم حواجبي باودر ويوم ببقى عايزة ارسمه بالقلم. هاخد معايا القلم بتاع شي جلام وهاخد معايا الباودر ومسكرة الحواجب بتاعة بنفيت. نيجي بعد كده للمسكرة، هاخد معايا المسكرة دي بتاعة لوريال اللي اسمها اكس فايبر فولس لاشز. واللبستكس هاخد 3 لبستك من عند عهود، واحد احمر وواحد كشمير وواحد فوشيا على حسب اللبس اللي انا هلبسه، وهاخد الروج ده بتاع كيكو عشان احطه الصبح ولا حاجه لانه ناعم جدا ولونه حلو قوي، يعني تحسه العين تحب تشوفه كده. وهاخد كمان معايا الجلاس ده بتاع بيكسي لان بيبقى شكله حلو قوي على اي روج في الدنيا. وطبعا مش هننسى مرطب الشفايف بتاع تناكو وكمان السبراي بتاع ايسنس ده لانه حلو جدا بيدمج كده الميك اب مع بعضه. بس كده يا حلوين، دي هتكون شنطة الميك اب بتاعتي. اول مرة اعمل شنطة ميك اب صغيرة، بصوا اول مرة اعمل، بالعكس دي الباليت هي اللي مكبرة الموضوع، فاهمين؟ بس اول مرة اخد الحجم ده معايا وانا مسافرة. فالشنطة دي بقى هحطها جوه الشنطه الكبيره دي، ومش قادره اقول لكم اصلا هي عايمه جواها فعليا، الشنطه كبيره جدا من جوه. اوكي حبايبي، نيجي لشنطة السكين كير اللي فعليا مش عارفة طلعت كبيرة ليه، معرفش. بس في حاجات فعليا انا ملهاش بديل عندي، يعني لازم تبقى موجوده. مبدئيا كده الشامبو، انا بستخدم الشامبو ده بتاع لوريال اللي هو XXL فورمات اللي هو لوريال الفيف، تمام؟ ده ما اقدرش استغنى عنه. الشامبوهات بتاعت الاوتيلات انتوا عارفين قد ايه بشعه وبتنشف الشعر وبتخلي الشعر عامل زي الليفه،
فانا حتى ما سافرت المره اللي فاتت كنت واخده الشامبو والبلسم معايا. فالبلسم بتاعي بتاع الفيف خلص، فانا في ماسك كده بستخدمه كانه بلسم. الماسك ده من باراشوت جولد تقريبا او باراشوت تقريبا يعني، خدت منه شويه في بطرمان صغير، ما لقيتش عندي اي حاجه غير البطرمان ده فاخدته فيها، منظري زفت جدا طبعا. وخدت السام بلوك بتاع فهد ده من براند اسمها بانانا بوت، اعتقد في ناس كتير عارفينها. وطبعا اللوشن والبادي ماسك، في ناس ما بتهتمش خالص بجسمها في المصيف النهائي، واكيد انتوا حرين، بس انا جسمي بيقشر جدا بينشف جدا، فلازم لازم لازم. وكمان هاخد معايا الغسول بتاع زوينة، عايزه اقفله اوكي. وطبعا الديودرنت والكريم المرطب والسيرم بتاع الهاليرونيك اسيد من براند اسمها ايه دي، بير سكين كير، بجرب السيرم بتاعهم وعجبني جدا. والاي باتشز دول لان انا بقوم الصبح طبعا عشان احنا بننام قليل قوي، فبقوم الصبح عيني منفخه وشكلها مرعب، فده كان الحل الاساسي كان معايا في الغردقه. والتونر حطاه في الازازه السبراي بتاعت ماك دي، خليني اقفله اوكي. وايه تاني ومعجون السنان والفرشه، الخطوه دي انا ما كنتش بعملها لما كنت في دبي، لان اغلب الاوتيلات كان بيبقى فيها معجون سنان وفرشه، لكن للاسف هنا في مصر الاوتيلات ما فيهاش معجون سنان وفرشه، فلازم اخدهم معايا. الهاند كريم ده بيبقى في الشنطه من بره، لان انا عارفين طول الوقت الفتره دي حاسه ان ايدي ناشفه ومطربه، فتلاقوني ليل ونهار بمسح بوايبس وبحط كريم، بمسح بوايبس وبحط كريم. بعد كده السام بلوك بتاع ايفا اللي كلكم سالتوني عليه. السام بلوك ده يا جماعه انا عايزه اوضح حاجه بالنسبه لموضوع السام بلوك ده، لازم اوضحها. بنات كتير فاكره ان السام بلوك معمول عشان ما تسمرش، خالص هو السام بلوك معمول عشان ما تسمريش قوي، وكمان جلدك ما يتحرقش من اشعه الشمس. ما هو احنا اما بنقشر معنى كده ان انت جلدك اتحرق، عشان كده بيقشر تمام. لان في بنات قالوا لي لا ده احنا جربناه وسمرينا، مع ان بنات تانية برضو جربوه قالوا لي ان احنا ما سمرناش. بس البنات اللي سمرت يا جماعه، ما انا برضو ما احطش طبقه خفيفه من السام بلوك وافضل قاعده منقوعه تحت الشمس، يعني لازم كل شويه اجدده، لازم كل شويه احطه، وزائد كده لازم اكون لابسه بورنيطه واحاول اتفادى الشمس على قد ما اقدر، يعني ما اقعدش تحت الشمس مباشره واقول لا مش هتحرق، ازاي يعني لازم تتحرق. فالسام بلوك دوره انه يحمي بشرتك من اشعه الشمس الضاره اللي بتسبب الحروق. يا رب اكون وضحت الجزء ده. ايه تاني باخده معايا في تاني تالت يوم كده اللي هو قبل السفر بيوم، بيبقى خلاص بقى وشي هلك وبيبقى جعان ترطيب، ف ده الحل اللي انا خدته معايا في الغردقه المره اللي فاتت وفعلا فاني، فقلت هاخده معايا كمان المره دي، هو الجهاز بتاع فوريو والماسك ده اللي هو بتاع الوش عشان يرطب لي بشرتي. ايه تاني باخده معايا؟ الشيفرز. إيه انا الفتره دي بستخدم الشيفرز اللي هي بتاع فينوس دي، اللي هي بتتركب في البتاع دي. الشيفرز دي اللي جرب الشيفرز من اللي هي العاديه اللي هي فيها موسين لغايه ما يوصل لدي، هيعرف ان دي احلى اختراع اخترعته البشريه، اللي هي الفينوس جيلد فينوس تمام. دول انا كنت جايبه منهم اللي هي العاديه واللي هي للبشره الحساسه، دي البشره الحساسه، في واحده تانية عندي اللي هي التعامل مع قليل تقريبا. بس من الاخر دول اجمد حاجه، الشفره دي ممكن تستخدميها فعليا 5-6 مرات، انتوا متخيلين 5-6 مرات، فهاخدها معايا. نيجي لاخر حاجه، لا مش اخر حاجه قوي، الكلينزر عشان اغسل وشي. على فكره في ناس بجد فعليا في المصايف بتعمل بشرتها خالص، انا في المصيف بهتم ببشرتي اكس، اللي انا باخده ده مش على الفاضي تمام. ونيجي بعد كده للبرفيومز، انا باخد معايا 2، واحد للنهار فهاخد ده بتاع زارا اللي اسمه وندر روز سبلاش، وهاخد معايا البرفيوم ده اللي بالليل بتاع توم فورد اللي اسمه اوركيد سويل، وبس كده. كده يعتبر السكين كير بتاعي كله دن، وكده شنطه السكين كير بتاعتي خلصت. انا عارفه انها كبيره قوي، بس معلش انا بامن نفسي وانا احب احافظ على بشرتي، لان في ناس بتروح هناك تبهدل روحها ويرجعوا يقولوا نعالج ازاي، فانا مش عايزه ارجع لجمله اعالج ازاي، انا امن نفسي من دلوقتي. بصوا كمان جبت ايه، جبت دي كده عشان احطها على الميه واستجم، كان نفسي قوي اعمل الموضوع ده الصراحه، فاول ما لقيتها في كارفور جبتها.